استخدمت أمريكا السلاح النووي مرتين، فلماذا لا تستخدمه روسيا؟ حضراتكم كل شوية بنسمع تصريح من روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عن احتمالات استخدام السلاح النووي. أكتر شخصية في روسيا بيتكلم كل شوية ويهدد باحتمالات استخدام السلاح النووي هو السيد ديمتري ميدفيديف اللي كان رئيس روسيا قبل كده وحاليا نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي. في أول أسبوعين من يوليو 23 كل أسبوع في تهديد من السيد ميدفيديف بشأن احتمالات استخدام السلاح النووي. مثلا في الأسبوع الأول من يوليو 23 قال ميدفيديف إنه الوضع حاليا أسوأ من وضع أزمة كوبا بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا سنة 62 واللي كانت ممكن تؤدي إلى حرب نووية. هو بيقول الوضع دلوقتي أخطر بكتير ببساطة لأن الغرب قرر أن هو يدمر أكبر قوة نووية في العالم، فدي حماقة قد تؤدي إلى استخدام السلاح النووي. تاني أسبوع من يوليو 23 اتكلم تاني وقال إنه أي حرب ممكن إنهائها بطريقين، يا معاهدة سلام لو إنهاء بسرعة أو استخدام السلاح النووي. فهنا برضو مرة أخرى قال إن ممكن لو الحرب ديت مع أوكرانيا طولت ممكن نستخدم السلاح النووي لإنهاء هذه الحرب بسرعة. في نفس الوقت أناتولي أنتونوف اللي هو سفير روسيا في واشنطن قال إنه الوضع الحالي بيقربنا من حرب عالمية ثالثة، يعني نائب رئيس مجلس الأمن القومي بيقول حرب نووية. إن أمريكا استخدمت السلاح النووي قبل كده في هيروشيما وناجازاكي مرتين، لماذا لا تستخدمه روسيا الآن؟ إن الوضع حاليا أسوأ من 62 الأزمة الكوبية. دي المنظومة اللي بيقولها السيد ميدفيديف، لكن في نفس الوقت سفير روسيا في أمريكا أنتونوف بيقول إن الوضع الحالي معقد وبيدخلنا إلى أجواء حرب عالمية ثالثة. فهل إحنا قريبين من كده لا قدر الله؟ للأسف إن كتير من المحللين السياسيين بيتكلموا في هذا الإطار. مجلة نيوزويك في يوليو 23 نشرت حوار مع مسؤول كبير في CIA. هذا المسؤول قال لمجلة نيوزويك الأمريكية إنه روسيا تشعر بالخسارة وبالتعثر في أوكرانيا وإن هي ما حققتش أهدافها اللي كانت عايزاها، بالعكس هي دلوقتي في حالة ضعف أكتر مما بدأت الحرب في 22، وده معناه خطير، مش معناه الأمور عادية، ده معناه الأمور خطيرة. ليه خطيرة؟ طبقا لهذا المسؤول إن روسيا ممكن تعمل أي شيء من أجل عدم الهزيمة في أوكرانيا، وبالتالي إحنا في لحظة فيها قلق كبير جدا وكل الاحتمالات واردة. يبقى هنا عندنا تقدير لميدفيديف إن إحنا ممكن نستخدم السلاح النووي زي ما أمريكا استخدمته قبل كده، وإن ده الغرب عايز يدمر روسيا، فده معناه إن في حرب نووية لا منتصر فيها ولا مهزوم. كلام واضح وصريح من نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي إن الحرب النووية واردة لو إن روسيا ستهزم. نفس الكلام السفير في أمريكا قال إحنا برضه ممكن نكون على وشك حرب عالمية ثالثة. نفس الكلام بيقوله مسؤول CIA لنيوزويك إنه روسيا في حالة ضعف لم تحقق أهدافها، كل الاحتمالات واردة في هذه اللحظة الخطيرة من تاريخ العالم. طبعا لا نتمنى أبدا أن يحصل انزلاق إلى استخدام القنبلة النووية الثالثة، لأن ممكن تكون القنبلة النووية الثالثة هي القنبلة النووية الأخيرة لا قدر الله.